لو حضرتك منشئ محتوى سواء كنت مبتدئ أو حتى محترف ولسه ما بتستخدمش الأداة اللي معانا النهاردة فأنت فايتك كتير ولسه هتضيع وقت كتير، لأن باستخدام الموقع اللي معانا النهاردة يا شباب هتقدر تنقل فيديوهاتك في حتة تانية خالص. الأداة دي هتبهرك حرفيا زي ما حصل معايا بالظبط. وميزات الأداة دي يا شباب، أولا إنك تقدر تبدل الشخصية اللي بتتحدث داخل الفيديو، يعني تقدر تغير صورة المتحدث داخل الفيديو بأي صورة تانية بكل سهولة وبضغطة واحدة. الميزة التانية يا شباب إنك تقدر تحرك الصورة وتعمل من الصورة فيديو، يعني تحول الصورة الثابتة إلى فيديو متحرك. الميزة التالتة يا شباب إنك تقدر ترجم أي فيديو أو تدبلج أي فيديو لأي لغة حضرتك عايزها بصوتك أو بأي صوت من أصوات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة على البرنامج. الميزة الرابعة إنك تقدر تنشئ فيديو كامل أو صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وزي ما قلت لحضرتك النتائج هتبهرك، مش هتلاقي نتائج زي دي في أي أداة أو أي برنامج موجود بالذكاء الاصطناعي سواء كان مدفوع أو مجاني. وطبعا يا شباب الأداة أو البرنامج فيه مميزات كتيرة جدا، ولكن علشان ما اطولش على حضراتكم في المقدمة أكتر من كده يلا بينا نبدأ الشرح. بس يا ريت لو حضرتك استفدت من الفيديو النهاردة ومن الموقع ادعمنا بلايك وشير علشان يوصل لغيرك ويستفيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي ودي قناة نيت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت. علشان كده فضلا وليس امرا لو حضرتك اول مرة تشوف القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. طبعا رابط الموقع كالعادة هتلاقيه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. بعد ما حضرتك هتضغط على الرابط هينقلك على الصفحة الرئيسية للموقع بالشكل ده، هو موقع اوريا اي اي. تقدر تتعرف عن الموقع من الواجهة الرئيسية كده، كمان هتشوف ردود الفعل من المستخدمين، في أكتر من 1,000,000 شخص بيستخدم الموقع. ولكن في البداية يا شباب علشان نبدأ نستخدم الأدوات داخل الموقع لازم نكون مسجلين حساب، فعلشان نسجل حساب على الموقع هنضغط على لوجن من هنا، بتظهر لك النافذة اللي حضرتك شايفها دي، ممكن تسجل بالإيميل عادي تكتب الإيميل والباسورد، وممكن تضغط على جوجل من هنا، وبعد كده بتختار الإيميل اللي حضرتك هتسجل بيه، وتضغط على تأكيد، كده خلاص تم تسجيل الحساب وهينقلك دلوقتي على الصفحة الرئيسية لحسابك. بعد كده بينقلك على الأسئلة اللي حضرتك شايفها دي، بيكون أربع أسئلة. أول سؤال هنا بيقول لك أنت هتستخدم أوريا في إيه بالظبط؟ على سبيل المثال أنا هختار التعليم وهضغط على نيكست. السؤال التاني بيقول لك إيه هو الغرض من إنشاء هذه الفيديوهات؟ برضه هختار التعليم وهضغط على نيكست. بعد كده بيسألك أنت هتستخدم أي منصة من دول في نشر هذه الفيديوهات؟ فعلى سبيل المثال أنا هختار اليوتيوب، حضرتك تقدر تختار المنصة اللي أنت محتاجها. وبعد كده هنضغط على نيكست. اخر سؤال بيقول لك كيف سمعت عنا او كيف وجدتنا، ممكن تقول له السوشيال ميديا وهنضغط على نيكست. بعد كده بنقلك على الصفحه اللي حضرتك شايفها دي، بنضغط على فري تو ستارت وبيوصلك للصفحه الرئيسيه. هنا موجود كل الادوات اللي احنا هنستخدمها يا شباب في تحرير الفيديوهات. اول اداه دي الخاصه بتبديل وجه المتحدث داخل الفيديو، هنبدا نستخدم الاداه دي، هنضغط عليها تفتح لك الصفحه اللي حضرتك شايفها دي. علشان نبدا نستخدم الاداه شباب هنضغط على ماك ورك فلورز من هنا، بيفتح لك النافذه اللي حضرتك شايفها دي، هنضغط على الخيار اللي هنا ده شباب علشان تفتح الصفحه دي، ودي اللي من خلالها هنبدا نعدل على الفيديو. بيبدا يرفع الفيديو زي ما حضرتك شايف كده، هننتظر لما يرفع الفيديو. بعد ما رفع الفيديو يا شباب زي ما حضرتك شايف كده، الخطوه الثانيه هنختار قائمه فيس ويب اللي حضرتك شايفها دي، هنسحبها وهنضيفها في المكان ده كده، ودي اللي من خلالها هنختار الصوره اللي هتتبدل مع صوره الشخصيه اللي بتتحدث داخل الفيديو. فهنيجي هنا على اد هنضغط عليها وهنختار فروم لوكال فايل، نضغط على فروم لوكال فايل هيفتح لك الفايلات بتاعتك علشان تبدا تختار الصوره. هنحدد الصوره وهنضغط على اوبن، زي ما حضرتك شايف كده الصوره بدات تترفع. بعد ما تم رفع الصوره زي ما حضرتك شايف كده، الخطوه الثالثه شباب هنيجي على قائمه رندر هنا كده، هنسحب رندر هنضيفها في المكان ده. قائمة رندر دي يا شباب هي اللي هنستخرج من خلالها الفيديو بعد التعديل، يعني احنا كده عملنا ثلاث خطوات نعيدهم سريعا. اولا اخترنا قائمة اد فيديو سحبناها واضفناها في المكان ده، وبعد كده ضغطنا عليها واخترنا الفيديو. الخطوة الثانية اخترنا قائمة فيس ويب سحبناها وسبناها في المكان ده كده، وبعد كده ضغطنا على اد واخترنا الصورة اللي احنا هنبدل بيها صورة المتحدث داخل الفيديو ده. والخطوة التالتة شباب اخترنا قائمة رندر من هنا سحبناها اضفناها في المكان ده، وزي ما قلنا دي من خلالها هنستخرج الفيديو بعد التعديل. فاضل حاجة واحدة بس هنعملها يا شباب، وهي ان احنا نوصل الثلاث خطوات دول ببعض او الثلاث ادوات مع بعض. هنعمل ازاي الكلام ده؟ زي ما حضرتك هتشوف كده، هنيجي نقف مثلا على النقطة الأولى دي فبتظهر لك علامة البلس، تقوم ضغط كليكة وساحب الخط ده توصله للنقطة اللي بعدها دي، ونفس الكلام هنا هنيجي على النقطة دي هنقف عليها وهنسحب نوصل هنا.
كده احنا وصلنا الثلاث ادوات مع بعض. اخر حاجة عشان نستخرج الفيديو يا شباب هنضغط على ستارت من هنا، وما تقلقش دلوقتي هوريك الفرق بين الفيديو الاصلي والفيديو بعد التعديل. طبعا عملية استخراج الفيديو ممكن تاخد شوية وقت، وغالبا بتوصلك رسالة على البريد الالكتروني. لو رحت على البريد الالكتروني اللي حضرتك سجلت بيه واخترت الرسائل غير مرغوب فيها، هتلاقي الرسالة اللي حضرتك شايفها دي، هتضغط عليها، وهنا زي ما حضرتك شايف بيقول لك الفيديو بتاع حضرتك جاهز وتقدر تشاهد الفيديو من هنا. هنضغط على تشيك ات اوت بيرجعك على الصفحه الرئيسيه، وبعد كده بتضغط على فو تاجز، او بترجع تضغط على فو تاجز على طول من داخل الحساب الخاص بيك. بس انا حبيت اوريك ان الاشعار بيجي لك على الايميل وبيجي لك فين بالظبط في الرسائل غير المرغوب فيها، ولكن لو رجعت على الصفحه الرئيسيه وضغطت على فو تاجز هتظهر لك المشاريع بتاعتك. ده حضرتك الفيديو قبل التعديل وده الفيديو بعد التعديل. طب نشوف مع بعض الفيديو قبل التعديل. لو عايز تعمل لنفسك كاريزما ووضع محترم بين الناس لازم تنفذ الكام نقطه دول. حاول احيانا تخلي الوصول ليك صعب، ما تبقاش دايما متاح. ده الفيديو قبل التعديل يا شباب، وده الفيديو بعد التعديل. انا اضفت صوره للفنان توم كروز، اوريك الصوره حالا، ودي حضراتكم الصوره اللي انا اضفتها علشان ابدلها مع صوره المتحدث داخل الفيديو. تعال بقى نشوف الفيديو بعد التعديل، هنضغط عليه. ده يا شباب الفيديو بعد التعديل زي ما حضرتك شايف كده، الوجه اتحول لوجه الفنان توم كروز وكانه هو اللي هيتحدث في الفيديو. نشغل مع بعض. لو عايز تعمل لنفسك كاريزما ووضع محترم بين الناس لازم تنفذ الكام نقطه دول. حاول احيانا تخلي الوصول ليك صعب، ما تبقاش دايما متاح. مش كل الكلام اللي يجي في بالك تقوله، ما تقولش اي حاجه غير الكلام الضروري. زي ما حضرتك شايف كده بطريقه احترافيه وبدون اي اثر لخلفيه الصوره بيتم تحويل وجه المتحدث الى الصوره اللي حضرتك اضفتها، وبالفعل كان الفنان توم كروز هو اللي بيتحدث داخل الفيديو. طبعا شيء مبهر، دي اول اداه، ولكن في علامه مائيه للموقع موجودة على الفيديو، ودي حضرتك لان احنا بنستخدم القطة المجانية. طبعا تقدر تعمل داونلود بكل سهولة للفيديو من المكان ده. دي كانت اول اداة شباب، زي ما حضرتك شايف النتيجة مبهرة. الاداة رقم 2 يا شباب وهي تكست تو فيديو. هنضغط على الاداة عشان نبدأ نستخدمها. افتح لك الشكل اللي حضرتك شايفه ده، بننزل هنا كده. هنا بيقول لك تكست تو فيديو، يعني تحويل النص الى فيديو، او انك ترفع صورة وتحولها الى فيديو. تقدر تحول الصورة لفيديو متحرك. نجرب الاول تكست تو فيديو. انا هنا يا شباب اديته النص اللي حضراتكم شايفينه ده، طلبت منه طفل يلعب بالكره في جو ممطر في الصباح، اضاءه سينمائيه، فيديو واقعي. هاخد النص ده باللغه الانجليزيه وهروح على الاداه اضيف النص في المكان ده كده. طبعا بنضيف عنوان للفيديو بتاعنا ما بيزيدش عن 25 حرف. بعد كده بننزل في المكان ده، بتختار اسلوب الفيديو، يعني لو ترجمنا باللغه العربيه هنا بيقول لك الاسلوب، يعني اسلوب الفيديو هيكون افتراضي سينمائي مثلا او نموذج 3D او انيميشن. في اختيارات كتير تقدر تختارها، خلينا مثلا على افتراضي سينمائي. وكده شباب احنا اضفنا عنوان للفيديو، وبعد كده اضفنا السكريبت او النص، وبعد كده اخترنا اسلوب الفيديو، واخر حاجه بنضغط على ليت روب بيبدا عمليه جنريتنج. طبعا بننتظر لما الفيديو يكتمل. لو رجعنا على الصفحه الرئيسيه كده شباب، ضغطنا على فو تاجز، زي ما حضراتكم شايفين ده الفيديو اللي احنا انشاناه دلوقتي عن طريق اضافه النص. تعالوا نفتح الفيديو كده، زي ما حضراتكم شايفين كده كل التفاصيل اللي انا طلبتها موجوده داخل الفيديو، امطار، طفل يلعب بالكره في جو ممطر، كل ده شباب بالخطه المجانيه. تقدر تعمل تحميل للفيديو من المكان ده. طبعا مده الفيديو بتكون قصيره جدا لان دي الخطه المجانيه شباب. نرجع مره ثانيه، ودلوقتي تعالى نجرب الاداه الثانيه image to video، اللي هي تحويل الصوره الى فيديو او تحريك الصوره الثابته. هنضغط عليها، وبعد كده هيعمل تحميل للصوره. اختار الصوره وهضغط على open، كده تم رفع الصوره على البرنامج. تعالى اوري حضرتك الصوره بس قبل ما نبدا العمل عليها. دي الصوره اللي احنا هنبدا نحركها شباب، وهي نفس الصوره اللي احنا رفعناها دلوقتي. وبعد كده هنضغط على ليت سروب، وما تنساش انك تضيف عنوان للصوره. يبقى اول حاجه شباب بنضيف عنوان للصوره، وبعد كده بنضغط على ابلود عشان نرفع الصوره من هنا، واخر حاجه بنضغط على ليتس رو. كده هيبدا ان هو يولد لك الصوره في المكان ده، بيعمل جنريت. طبعا ده الفيديو اللي احنا عملناه من شويه في نفس الاداه، تقدر تحمله من هنا من علامه الداونلود وننتظر الصوره تكتمل. كده شباب تم الانتهاء من تحميل الصوره اللي احنا عايزين نحركها. نضغط على الصوره كده، طبعا النتيجه زي ما حضراتكم شايفين كده نتيجه احترافيه. الصوره بالكامل اصبحت بتتحرك، البحر يتحرك، حتى السماء والاشجار، كل حاجه في الصوره بتتحرك. تقدر تحمل الفيديو في المكان ده. طبعا يا شباب دي مش كل الادوات الموجوده على الموقع، ولكن احنا شرحنا ابرز الادوات الحديثه اللي حضرتك ممكن تستعين بيها في فيديوهاتك. اخر حاجه يا شباب هنشرح الاداه الخاصه بالدبلجه.
او بترجمه الفيديوهات لاي لغه حضرتك تبها. هنضغط على الاداه بالشكل ده، هتفتح معاك الصفحه اللي حضرتك شايفها دي. هنيجي هنا هنضغط على ابلود فيديو وهنختار الفيديو. انا هختار نفس الفيديو اللي احنا شفناه في عمليه تبديل الوجه. بيبدا تحميل الفيديو في المكان ده زي ما حضرتك شايف كده، وبعد كده بتيجي على الخيارات اللي تحت دي، بتضغط على الخيار الاول تختار اللغه اللي حضرتك عايز تحول الفيديو اليها. على سبيل المثال انا هنا هختار الانجليزيه لان طبعا الفيديو باللغه العربيه. وبنيجي في المكان ده بنختار صوت المتحدث، بتضغط هنا على الخيار ده بتظهر لك الاصوات دي، بتضغط هنا على العلامه دي وبتسمع الصوت قبل ما تختاره. Love doesn't make the world go round. على سبيل المثال انا هختار الصوت ده، وبعد كده هضغط على ليت ستروك. على ما يتم تحميل الترجمه يا شباب، تعالوا نتعرف على التسعير او الخطط من هنا. زي ما حضرتك شايف كده، في خطه $15، خطه $24، واكبر خطه موجوده $89 زي ما حضرتك شايف. يعني الخطط في امكانيات اي شخص يقدر يستخدمها، ولكن طبعا الخطه المجانيه اللي احنا عليها تكون امكانياتها ضعيفه جدا. تقدر حضرتك تتاكد من الخطط وتختار الخطه اللي تناسبك. كده شباب، اول ما بتظهر علامه داونلود بيكون فيديو جاهز للتحميل. هنضغط على داونلود. زي ما حضرتك شايف بدا الفيديو يتحمل عندك. هنفتح الفيديو، شوف بقى السحر اللي عملته لك الاداه في الفيديو. طبعا برنامج احترافي يا شباب زي ما حضرتك شايف، ولو لاحظت في عملية الدبلجة مفيش علامة مائية للفيديو، فتقدر تاخد الدبلجة مباشرة من البرنامج وتبدأ تستخدمها على المنصة اللي حضرتك بتستعملها. وكده نقول وصلنا لنهاية شرح النهاردة، وانتظرنا في الشروحات اللي جاية ان شاء الله، علشان هيكون في ادوات تانية جديدة داخل الموقع هنبدأ في شرحها، اداة تلو الاخرى. يا ريت لو عجبك الموضوع واستفدت من الموقع دعمنا بلايك وشير عشان يوصل لغيرك ويستفيد. ولو حضرتك لسه أول مرة تشوف القناة، ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم أخوكم أحمد حمزاوي من قناة نت بروفيل.